السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ شلونك خالتي؟ اهلا وسهلا، طمنين عنك. ان شاء الله بخير. الحمد لله. الله يسعدك. معلش نقعد هون شوي معكم. تكرم دقنا. عم تتشمسوا برا خيوم؟ اي والله الحمد لله. شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ستر الله. الله يعطيك الاسم الكريم. ابو ايش؟ خالد محمد. ابو محمد. ابو محمد. وخالتي ام محمد. صحيح؟ اي والله. الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله. كم سنه صار لكم متزوجين؟ صرنا 40 سنه. 50 سنه. 40. لا 40. 40 متذكره. متذكره هي. شوف مو لك 40 سنه هيك شلف. لا 40. 42 سنه. 42 سنه. ايه. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب خالتي محمد، خلينا نبلش معك. 42 سنه مع عمي ابو محمد. ايه. كيف مروا؟ كيف مضى؟ كويس علي، كويس، ما في اكوس منه. حججني الحمد لله رب العالمين. حججك الحمد لله. الله عليك يا بطل. واخذنا على العمره الحمد لله، وما هلق ما ضل عندنا شيء الحمد لله رب العالمين. وعايش هي لك. وين بدي اروح؟ كم ولد عندكم البركه؟ عندنا 3 اولاد وخمس بنات، وماتوا لي ولدين. جبت 10. الله يرحمهم. الله يرحمنا جميع. يعني 40 سنه مع عمي ابو محمد، مرقوا بالرضا وبالامان. لك ابن عمي اخو ابويا. ابن عمي. اخو ابوكي. ايه ابن عمي. طيب كيف تزوجتوا؟ كنت بتعرفها لخالتي ام محمد قبل الزواج ولا لا؟ خلينا ثواني. كنت بتعرفها قبل الزواج ولا لا؟ بعرفها بلا. شوفوا نحن عمي ابو محمد برنامج مسابقات. ايه تمام؟ نعم. نسالكم اسئله، بتعرفوا تجاوبوا بتربحوا، ما بتعرفوا تجاوبوا بتخسروا. انا امي. خيو نحن بدنا نربحك هلا. بدنا نسالك سؤال سهل. تفضل. تمام؟ سؤالنا الاول. تفضل. اعطينا شغله بتحبيها وشغله ما بتحبيها بعمي ابو محمد. ما بكرهه. ما بتكرهي؟ لا إيه. بس شغله بتحبيها إيه. وشغله ما بتحبيها. شغله يعني مثلا ممكن تقولي عصبي عنيد إيه. بيعصب بسرعه إيه مرار بزعل بخيل إيه. لا ما بخيل. لا مو بخيل. حرام. ما عصبي ولا عصبي. انا هو عنيد. هو احسن مني. هو احسن مني. انا بحكي الحقيقه. بس انت عم تحكي لك لانه خايفه من عمه؟ لا. لا 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 انا ما بحكيني بطول. لا 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 والله وين من رحت ما بحكيني. بيحترمك وبيعطيكي قيمتك وقدرك كل مكان. بيعطيني كل مصاري اللي معي، بيعطيني اياهن، بيقول لي جيبي للبيت فيه. الله يعافيك. طيب جائزتها الاولى لخالتي ام محمد، تفضلي. والله تسلم. الله يسلمك. سؤال لك عم ابو محمد. انت كنت شوفير دراكتور ما هيك؟ كل شيء. خلينا نسالك شيء بخص الدراكتور. اه سهل. طيب نحن اذا بدنا نزرع الارض ايه؟ بتمر بمرحلتين ايه؟ مرحله بنفلحها ومرحله بنبدرها. لك هيك آلة الفلاحة اللي بتركب على الدراكتور ايش اسمها؟ اللي بتركب فيها الدسك او المفلاح. الارض بدها فلاحة 3 مرات. طيب بدها فلاحة بالدسك، وبدها فلاحة بالكلفتور، وبدها فلاحة بالبدارة. كلفتور. برافو عليك اخي. تفضل. يسلموا. رجع بنرجع لعند خالتي ام محمد. تفضل. اي خالتي ام محمد، سؤالنا الثالث بيقول حضرتك شاطرة بالطبخ؟ شاطرة. شاطرة بالطبخ ولا لا؟ شاطرة. طيب ايش اكثر اكله بيحبها عمي ابو محمد؟ كل شيء بياكله. ما بحب اقول لي ما بتكره شيء يا رجل. لا بحب اللحم اكثر شيء. طيب ايش اكثر اكله بتحب تعملها خالتي ام محمد؟ والله كل شيء بتعملها هي. كلها طيب ولا ما في عليه. طيب ايش اكله اللحم اللي بحبها؟ بحبها اشوف بده اياها حمص يا على على اشوف. طيب اذا بدنا نحمص لحمه مع بندوره شلون بتنعمل؟ لحمه مع بندوره بنترمى البندورات، بنحط اول شيء اللحمات وبعدين هالبندوره، وبنحطها للكل العيله. عيلتنا 11 نفس. ما شاء الله. وال11 نفس انت بتطبخي لهم؟ لا هلا كنا بيطبخوا. اه خلاص انت هلا معززه مكرمه. اي والله بقى. ليش الله ما حب الكذب. الكذب عليه لعنه الله. الله عليك. علي. وتسلم. الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. ان شاء الله نشوفكم باعلى المراتب. شكرا كثير على كل شيء. وان شاء الله يرجعنا على بلادنا. السنه الجايه نجي نزوركم وناكل لحمه بندوره من ايدك. يسلم. وان شاء الله الله بيعطي الكل. الله يعطيك العافيه. بس اذا جينا زياره لعندك انت اللي بتطبخي مو كنايلك. احنا جايين ناكل من ايدك. تكرم. الله يسعدك. عمي انت خلط جبهة. برافو عليك. انت والله بطل صدقا بالله.